حسين علي أيوب، والدتي زينب خنافر، مواليد عيناتا الجنوب 1965، شيعي المذهب. بشار نديم عبد الصمد، والدتي نوال عبد الصمد، مواليد موسكو 1964. إبراهيم محمد علي الأمين، والدتي فاطمة الأمين، مواليد رأس بعلبك 1965، شيعي. بعد اطلاعي على برنامج الحزب وفي طليعته الدفاع عن وحدة لبنان وعروبته والنضال ضد الطائفية السياسية والدفاع عن الثورة الفلسطينية، وبعد اطلاعي على النظام الداخلي الحزب قررت الانتساب إلى الحزب الشيوعي والالتزام بكل المهام المطلوبة مني. باستثناء فريق جديد كان في عندك اذا بدك تسميها خطوط تماس او فيك تسميها بؤر توتر، يعني بؤر توتر خليها انه براس النبع منطقه تماس سني شيعي. هذا الحكي بيطبق على الاحياء الشعبيه، كان الاصطفاف اسلامي مسيحي، التحدي الجديد قدام البلد تحدي سني شيعي. انت معارك مع امل، معارك اللي فتحوا الاشتراكيه مع امل كان بالصيف، يمكن اكيد كان بالصيف، لا 87 اكيد. بس خلصت الحرب كأنه اتفقنا ما نحكي عن شو شفنا وشو عشنا. البلد كله اعتبر انه النقاش بالذاكرة بيهدد السلم الاهلي. طلبت من الرفاق انه يختار كل واحد منهم مكان بحس فيه بشوية سكينة. كل واحد منا اختار ضيعته. هون بيتنا اللاحق ماهر، هون المقابر تبعنا، هذي المقابر. هذا هون قبر جدي شيخ العالم.